بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نشوف مع بعض المحاضرة الرابعة في مقرر الـ Information Security Operations Center أو الـ Information SOC، واللي هي بعنوان Network Attacks Types. نبدأ إن شاء الله في المحاضرة دي نتكلم على يعني مين بقى اللي بيأتاك الناتوركس خاصة بينا. قبلها طبعا هنتعرف على مجموعة من المصطلحات اللي تهمنا طبعا في الكورس. بعد كده هنشوف إيه هي التولز اللي بيستخدمها ثريت أكتور، وبالتالي هتلاقيه بيستخدمها طبعا اللي هو البنتريشن تيستر، أو اللي هو بيتشكل النتورك بتاعتنا عليها اي فانربيلتيز ولا لا. ثم ننتقل الى المالويرز، نتعرف على البرامج الخبيثه وانواعها ايه بالظبط، ايه اشهر الانواع وايه طبعا الفروق ما بينهم ايه. واخر حاجه في المحاضره نتكلم على بعض اشهر الاتاكس اللي بتيجي على الشبكه الخاصه بينا والمتمثله في الريكونيسنس، او اختصارا بنقول عليها الريكون اتاك والاكسس اتاك والسوشيال انجينيرنج اتاك والدوس اتاك او الدينايل اوف سيرفيس والدي دوس اتاك او الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. نتكلم في الاول على هو از اتاكينج اور نتورك، بس اتفقنا قبل ما نجيب على هذا السؤال عاوزين نتعرف الاول على مجموعه من المصطلحات اللي هتفيدنا على مدار الكورس بإذن الله، واللي هنحتاج دايما الناس يكون عندها awareness أو عندها الوعي الكامل بهذه المصطلحات. أول مصطلح بنتكلم عليه مصطلح اسمه asset، ومعنى asset هو ببساطة جدا كل ما له قيمة عند حضرتك في المؤسسة أو في المنظمة أو عندك أنت شخصيا، يعني كل ما له قيمة بنسميه أسد، بنسميه أصل أو أصول. وارد أن الأصول دي أو الـ 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 الأشياء التي لها قيمة عندك دي يكون عليها ثغرات، تمام، يكون عليها أماكن ضعف يقدر الأتاكر يتسلل إلى الناتورك بتاعتك من خلالها، ودي اللي بنسميها vulnerability. وجود الفولنربيليتيز أو نقاط الضعف على الأسيتس ده هيعمل لحضرتك threat، أو أصبح كده فيه تهديدات على الناتورك بتاعتك أو على السيستم بتاعك. التقاطع او الانترسكشن ما بين الاسيت والفولنربيليتي والثريت ده اللي بنسميه الريسك. اصبح حضرتك كده الشبكه بتاعتك معرضه للمخاطر، ويجب على حضرتك اداره هذه المخاطر، تمام، بحيث حضرتك تقدر تشوف او تحط بلان او تحط خطه ازاي انا هتعامل مع الريسكس اللي هي موجوده عندي على الاسيتس، وده اللي احنا بنسميه الريسك مانجمنت. طبعا هنتكلم برضو على الريسك مانجمنت. اول حاجه ان احنا نبدا نعرفه ونبدا نوصفه كواحد من اهم طبعا المصطلحات دي، وهنشوف ايه هي الاستراتيجيز اللي بتستخدم في الريسك مانجمنت. قبل ما نتكلم على الريسك مانجمنت تعالوا نتكلم كمان او نديفاين او نعرف كمان مصطلحين بالاضافه الى الثريت والفولنربيليتي والريسك، تمام. حضرتك لازم تعرف حاجه اسمها اتاك سيرفيس. ايه الاتاك سيرفيس؟ الاتاك سيرفيس هي ببساطه جدا التوتال سام اوف فولنربيليتيز. يعني ايه؟ يعني يا فندم السيستم بتاعك او النتورك بتاعتك او حتى يمكن الجهاز بتاعك عاده ممكن تلاقي عليه اكتر من فولنربيليتي، تمام. طبعا احنا لو بنتكلم يعني جلوبالي على المؤسسات والمنظمات هتلاقوا حضراتكم ممكن تلاقوا مثلا ثغرات او فولنربيليتيز على مستوى مثلا الفيزيكال اكسس، على مستوى الابلكيشنز
اللي بيحصل لها ديبلويمنت في المكان ده، على مستوى السيرفيسز، على مستوى البروتوكولز المستخدمة، على مستوى على مستوى على مستوى. وبالتالي مجموع الفانرابيلتيز دي، مجموع الثغرات دي، مجموع نقاط الضعف دي اللي بنسميها اتاك سيرفيس. يتبقى لنا اكسبلويت، واكسبلويت دي لما يقدر الاتاكر ان هو يجين اكسس او يدخل من خلال الثغره الموجوده عندك على الاسيد الى السيستم بتاعك، ده بنسميه ان هو قدر يعمل كومبرومايز للاسيد. عفوا، قدر ياتاك النتورك بتاعت حضرتك، من بتاع حضرتك، من خلال الثغره دي. هننتقل الى الريسك مانجمنت. برضو عاوزين نعرف يعني ايه ريسك مانجمنت. وببساطه جدا الريسك مانجمنت هي البروسيس اللي من خلالها، هي العمليه اللي من خلالها حضرتك هتقدر توازن ما بين الاوبريشنال كوستس اوف اوف بروفايدنج بروتكتيف ميجرز، وما بين الجينز، وما بين الجينز او المكاسب اللي تقدر حضرتك تحققها، تمام، عن طريق انك عملت بالفعل بروتكتنج للاسيتس، وقدرت بالفعل تحمي الاصول الخاصه بحضرتك. عندي في الحقيقه فور استراتيجيز للريسك مانجمنت. اولهم اللي هم الريسك اكسبتنس. والريسك اكسبتنس ده هو قبول الريسك، يعني انا ببساطة جدا النتورك بتاعتي او السيستم بتاعي معرض للمخاطر وهقبل هذا الشيء. ده في الحقيقة بيتم لما يكون الكوست اوف الريسك مانجمنت، تمام، ده اوت ويز الكوست اوف ريسك نفسه، وبالتالي بيقبل الريسك، الريسك اكسبتد، ومفيش اي اكشن بيحصل. تاني استراتيجي بنسميها الريسك افويدنس، وده تجنب الريسك ده. وده في الحقيقة بيتم عن طريق ان احنا نمنع الاكتيفيتي او نمنع النشاط اللي ممكن يجي لنا الريسك من خلاله. خلاص، بس خلي بالك في حاجة هنا مهمة جدا، حضرتك هتخسر كل الفوائد اللي هتعود على حضرتك من الاكتيفيتي دي. الاستراتيجي الثالثة هي الريسك ريدكشن، ودي بالمناسبة هي الموست كومن، هي الأكثر شيوعا، هي الأكثر استخداما، ودي اللي احنا بنعمل فيها ريسك ميتيجيشن استراتيجيز. بنحاول يا جماعة ان احنا نقلل من حدوث المخاطر دي، تمام، على طبعا قدر المستطاع. رابع استراتيجي اسمها الريسك ترانسفير. وفي الاستراتيجي دي بيتم الاستعانة بثيرد باريتي، بطرف ثالث هو اللي بيساعدنا علشان نقدر نمانج الريسك ده. طبعا ممكن بقى وارد ان هو يعني يبقى زي انشورنس كومباني كده، وارد ان هو يبقى سيكيورتي كومباني مسؤول طبعا عن ان هو سيكيور كل الداتا بتاعتنا، وبالتالي لو حصل اي مشكلة في الداتا دي طبعا هو يتحمل اي خسائر المفروض المكان بتاع حضرتك بيتعرض ليها. نيجي بقى، ما طيب مين اللي بيأتاك النتوركس الخاصة بينا؟ من هنا في الحقيقة هنبدأ بقى نتعرف أو نفرق ما بين مصطلحين اللي احنا بنسميه الهاكر والثريت أكتور. يمكن كلمة هاكر دي هي يعني الأكثر شيوعا بين الناس، الأكثر استخداما، بس أنا في الحقيقة عاوز حضرتك تعرف إن كلمة هاكر دي بيبقى ليها أكتر من معنى، تمام، ليها أكتر من تعريف. ازاي حضرتك؟ يعني ببساطة جدا لو شخص شاطر جدا في البرمجة، قادر ان هو يكتب كود جديد، تمام، يعمل اللي هو عاوزه بيه، يعمل اي تغيير هو عاوزه، تمام، يخلي السيستم بتاعك مور افيشنت، يخليه مور سكيور، ده نقدر نسميه هاكر. لو عند حضرتك حد كويس جدا اكسبرت في النتورك، يفهم في النتورك كويس جدا، يفهم في البرمجه كويس جدا، يفهم في الاوبريتنج سيستم كويس جدا، تمام، زائد
ان هو سمارت كمان، زائد ان هو ذكي جدا، ده نقدر نقول عليه هاكر. لو في شخص بيحاول السكيلز اللي عنده دي يستخدمها ان هو يكربت بيها داتا معينه، يبوظ بيها داتا معينه، يمنع بيها داتا معينه، ده برضو بيتقال عليه هاكر. معنى كده لو جينا نعرف الهاكر بصوره عامه شويه، ممكن نقول ده شخص شاطر جدا في العديد من المجالات التقنيه، ذكي جدا، تمام، وعلى حسب هو بيطوع ذكائه ده في ايه، المهارات اللي عنده دي في ايه، بنقدر نصنفه الى 3 تايبس، 3 انواع، اللي هم الوايت هات هاكر والجري هات هاكر والبلاك هات هاكر. الوايت هات هاكر ده اللي احنا بنسميه الايثيكال هاكرز، وده الشخص اللي بيطوع المهارات اللي عنده في الاشياء الحميده، تمام، في الايثيكال بيربسز، في الليجل بيربسز، في الجود بيربسز، وبالتالي كل الاغراض الكويسه دي واللي بيقوم بيها برضو هاكر، بس هاكر ايه؟ وايت هات، هو ده برضو بيطلق عليه مصطلح هاكر. الجري هات هاكر ده وارد ان هو يكون الشخص اللي هو بيكوميت كرايمز، ممكن يعمل unethical things، بس في الحقيقة not for personal gain، أو مش علشان يسبب أي damage أو أي ضرر لأي حد، تمام؟ وارد إن الجري هات هاكر ده يكون الشخص اللي هو بيحاول مثلا يكتشف بعض الأخطاء، بعض البجز، بعض الثغرات عند مثلا الابليكيشنز اللي بتنزلها الفيندورز أو الأجهزة اللي بتنزلها الفيندورز، ويريبورت الكلام ده للفيندور في سبيل ان هو ياخد تكريم معين او هدية معينة، او حتى يعني يلتحق بوظيفة عند الفيندور ده، ده برضو بيسمى الجري هات هاكر. النوع الثالث البلاك هات هاكر، وهو ده بالفعل اللي كل الناس بيقصدوه لما يسمعوا كلمة هاكر، تمام، ده الشخص اللي هو unethical criminals، ده اللي هو اللي بيعمل فايوليشن للكمبيوتر والنتورك سيكيورتي فور بيرسونال جين، علشان المكاسب الشخصيه بتاعته، علشان المكاسب الماديه بتاعته، يقدر يعمل اي حاجه غير مشروعه. هنا عندنا في الحقيقه في المقرر عندنا في الكورس هنستخدم المصطلح اللي اسمه ثريت اكتور. طيب يا ترى المصطلح اللي اسمه ثريت اكتور ده بيشير الى انهي واحد من الثلاثه؟ في الحقيقه بيشير الى البلاك هات هاكر. يعني الثريت اكتور اللي احنا كل شويه هنتكلم عليه ده يقصد به اللي هو الانيثيكال كريمينلز، اللي هو السايبر كريمينلز، ايون، اللي هو الشخص اللي هو غير سوي، اللي بيعمل اشياء غير سويه، نعم. بعض الانواع الاخرى من الثريت اكتورز تتمثل في السكريبت كيدز، ودول الناس اللي هم الهواه، تمام، دول وارد جدا ان هو ممكن يكون تين ايجرز، اولاد صغيرين، او ناس ما عندهمش اي خبره بالسكيورتي، هو فقط قدر يتابع مجموعه من الفيديوز، مجموعه من الفيديوهات على الانترنت، او يقرا مثلا مجموعه من السكريبتات، او وبدا ينفذ الحاجات دي، ف بتلاقيه تيبيكالي يعني مش بيستخدم الحاجات دي فور بروفيت، ده ممكن مثلا يستخدمها مثلا اجينست حد صاحبه وحد معرفته حد كده، فلكن هو في الحقيقه مش بيستخدمه فور بروفيت جين، لكن وارد بعض الشباب الصغيرين يستخدموا ده، يحاول يستخدمه فور بروفيت، لكن طبعا بيبقى الموضوع مش بالسهوله يعني. لكن وارد ان هو ينجح؟ اه طبعا وارد ان هو ينجح في الاتاك اللي بيعمله، او في استخدامه للتول اللي هو بيجربها. Vulnerability Broker هو ده الشخص اللي قلت لحضراتكم عليه، ده اللي بنصنفه as a gray hat hacker، وهو ده اللي بيحاول يكتشف الاكسبلويتس
عند الفيندورز، تمام، ويبعت للفيندورز دي ان انا اكتشفت عندكم اكسبلويتس كذا وكذا او فانرابيلتيز او ثغرات كذا وكذا، في مقابل ان هو طبعا يحصل على جائزه او اي ريورد، او حتى زي ما قلت لحضرتك ممكن مثلا تعيين في الشركه دي او في المنظمه دي. هاكتيفيستس دول نوع من الثريت اكتورز، ودول في الحقيقه بيتبنوا رأي معين، ممكن يكون رأي اجتماعي، رأي سياسي، رأي رياضي، وبيدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، تمام. وعادة ممكن يكون الرأي ده بخلاف الجهة التي تتبنى الرأي، تمام. أنا مثلا مش عاجبني مثلا جهة رياضية مثلا في الدولة بتاعتي قالت كلام معين، وإحنا مثلا جمهور، فإحنا لا إحنا ضد الكلام ده، فممكن ينشروا وثائق معينة، صور معينة، فيديوهات معينة على الإنترنت للقطاع ده أو للمؤسسة دي. هتقولي طيب إيه علاقة ده كله أصلاً بأن هو يصنف أحد أنواع الثريت أكتورز؟ هقول لحضرتك إن المجموعات دي ممكن الموضوع يرقى معاها إن هم يعملوا Distributed Denial of Service Attack على بعض الخدمات المقدمة من المؤسسات دي. كده يعني ممكن يحجب الخدمه، ممكن يحجب الخدمه للمؤسسات دي نتيجه ان هو طبعا رايه مخالف لرايهم. السايبر كريمينلز دول الناس بقى اللي هم البلاك هات هاكر، دول الناس اللي هم اتاكرز، دول اللي هم السايبر كريمينلز، وعارفين ان هم سايبر كريمينلز ويقدر يعمل اي حاجه في سبيل ان هو يحصل على الاموال اللي هو عاوزها او البروفيت اللي هو عاوزه. الستيت سبونسر دول مجموعه من الثريت اكتورز، دول المجموعات بقى اللي هي بترعاهم الدول، بترعاهم الحكومات، تمام. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، علشان وارد ان مثلا دوله معينه حابه مثلا يعني تاخذ اسرار معينه من دوله اخرى وهكذا، او تعمل اي اعمال تخريبيه في دوله اخرى، طبعا ممكن يتم على مستوى طبعا الاي تي من خلال الستيت سبونسرد هاكرز او الستيت سبونسرز جروب. طيب احنا كسايبر سيكيورتي بروفيشنالز المفروض نعمل ايه؟ في الحقيقه من واجباتنا ان احنا على الاقل نقدر نحمي انفسنا، تمام، ونحمي الناس اللي حوالينا. طيب لو انا حضرتك شغال في مكان، لو انا تابع لمكان، يبقى هنضيف الى ذلك ان انا اقدر احمي المكان اللي انا المفروض بنتمي اليه واللي انا المفروض شغال فيه. بعض التشيك ليست للسايبر سيكيورتي اللي المفروض يحاول بقدر المستطاع يعملها هي طبعا يعني دول وغيرهم كتير، ان حضرتك مش اي اي تي فيندور تثق فيه، لازم طبعا نتعامل مع الاي تي فيندورز اللي عندهم سمعه كويسه، عندهم ريبيتيشنز كويس. لازم حضرتك تحافظ على السوفت وير اللي انت بتستخدمه up to date، محدث الى يعني اخر تاريخ، تمام. طبعا السوفت ويرز دي على رأسها انظمة التشغيل ومكافح الفيروسات. لازم حضرتك بانتظام تعمل penetration test، بحيث حضرتك تقدر تقف على كل الثغرات الموجودة عندك في السيستم قبل ما الاتاكر يحاول يكتشفها ويأتاك حضرتك من خلال الفانرابيليتيز دي او الثغرات دي. لازم كمان حضرتك تاخد باك اب من الداتا بتاعتك، باك اب بقى تحطه على كلاود او تحطه في مكان اخر، وده في غاية الاهمية. ومهم جدا يا جماعة ان احنا نعرف ان مش معنى ان انت على جهاز حضرتك عندك مثلا تو درايفز، درايف ال دي مثلا ودرايف ال اي، وحضرتك قمت بنقل بعض الملفات من الدي للاي فانت كده اخدت باك اب. لا طبعا، ده لا يعتد به از باك اب. امال ايه؟ لازم حضرتك الباك اب ده يتاخد في مكان خارجي، مش على الجهاز بتاع حضرتك اطلاقا. لا طبعا، ده لا يعتد به از باك اب. ليه؟ لان وارد جدا جهاز حضرتك كله ده يحصل فيه مشكله، تمام، وبالتالي لا هيبقى معاك الداتا الموجوده على الجهاز، ولا الباك اب اللي حضرتك خدته حطيته على انذر درايف او درايف اخر او مكان اخر على نفس الجهاز. لازم حضرتك بانتظام تغير الواي فاي باسورد،
لازم حضرتك تحدث السكيورتي بوليسي الموجودة عند حضرتك، لازم تؤكد استخدام السترونج باسوردز وتنفورس على الكلام ده، لازم كمان تؤكد استخدام التو فاكتور اوثنتيكيشن، وده يعني حتى على المستوى الشخصي المفروض حضرتك لما تيجي تدخل على اي اكونت تابع ليك يكون عندك انذر فاكتور، كود يتبعت لك على الموبايل مثلا، لينك يتبعت لك على الميل، المهم يكون فيه فاكتور تاني بجانب اليوزر نيم والباسورد اللي حضرتك بتدخلهم علشان السيستم اللي حضرتك بتدخل عليه ده يقدر يعمل لك اوثنتيكيت بطريقه صحيحه. وبالتالي لو حتى حضرتك فقدت كلمه الاسم المستخدم وكلمه السر، يبقى برضو حتى اللي قدر ياخدهم ده ما يقدرش يدخل على السيستم، لان فيه انذر ميثود مش هيعرف طبعا يحصل عليها. بعد كده بنتعرف على السايبر ثريت انديكيتورز، وده مصطلح يا جماعه عاوزكم تفهموه كويس جدا، تمام، وتعرفوه كويس جدا، لان ده يعني من المصطلحات المهمه عندنا في الكورس، اسمه انديكيتورز اوف كومبرومايز. يعني ايه اي او سي او انديكيتورز اوف كومبرومايز؟ يعني مؤشرات لان النتورك الخاصه بحضرتك حصل عليها بالفعل اتاك. ازاي حضرتك الكلام ده؟ يعني لو تخيلت حضرتك ان ده سكرين شوت من الكوماند لاين انترفيس او من السي ال اي الخاص بحضرتك، تمام، ولقيت عند حضرتك احد الفايلز اللي هي بالفعل موجود عندك على الجهاز، ولقيت الهاش الخاص بهذا الفايل مطابق مع احد الهاشس الخاصه بمالوير موجود على الانترنت، وبالتالي ده جهاز حضرتك كده حصل له انفكشن، ده كده حصل اتاك على النتورك بتاعتك على المكان بتاعك، وقدر الاتاكر ينزل عند حضرتك مالوير، اي احد انواع من المالويرز، بقى هو فيروس ولا وورم ولا تروجن هورس ولا رانسام وير ولا واحد منهم. وارد ان حضرتك تلاقي دي ان اس ريكويستس لميليشيس دومينز، وارد ان حضرتك تلاقي كونكشنز مفتوحه من احد الاجهزه الموجوده عندك في النتورك الى احد برضو الميليشيس اي بي ادريسز. دي كلها يا جماعه بنسميها اي او سيز، انديكيتورز اوف كومبرومايز، مؤشرات لان الجهاز بتاع حضرتك او النتورك الخاصه بحضرتك او السيستم الخاص بحضرتك حصل عليه اتاك. ترم تاني وما نتلخبطش ما بين الترم ده والترم اللي فات، اسمه اي او اي. المصطلح ده اسمه ايه؟ indicators of attack. طب المصطلح اللي كان قبل منه اسمه ايه؟ indicators of compromise. ايه يا ترى الفرق ما بين الindicators of compromise والindicators of attack؟ عرفنا ان الانديكيتور اوف كومبرومايز ده بالفعل النتورك بتاعتك حصل عليها اتاك او الجهاز بتاعك حصل عليه اتاك. طب ايه بقى مؤشرات الاتاك؟ ده حضرتك بيكون بالفعل فيه عندك ثغرات، تمام، الاتاكر لم يكتشفها الى الان، وبالتالي لم يستغلها، وبالتالي لسه ما حصلش عليك اي نوع من الاتاك. ومن هنا يجب على حضرتك من خلال البرو اكتف سكيورتي ابروتشز اللي انت بتعملها، زي مثلا البين تيستنج والمونيتورنج والحاجات اللي زي كده، حضرتك تكتشف ايه هي الفانرابيلتيز الموجوده عندك، وبالتالي تكون سبقت الاتاكر بخطوه تقدر تتعامل مع هذه الثغرات وبالتالي تمنع حدوث الاتاك. بنتكلم بعد كده على الثريت شيرنج والبيلدينج سايبر سيكيورتي اويرنس، وبنشوف هنا مدى اهتمام الحكومات والدول بالسايبر سيكيورتي عامه. لما دوله زي امريكا يكون عندها مؤسسه زي السيزا، السايبر سيكيورتي انفورميشن او السايبر سيكيورتي انفراستراكشر اند سيكيورتي ايجنسي، تعمل في امريكا نظام اسمه الـ AIS او الـ Automated Indicator Sharing. النظام ده حضرتك بيعمل ايه؟ النظام ده عامل ببساطة جدا تعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تمام؟ بحيث لو اي حد من القطاع الحكومي او القطاع الخاص ده اتعرض للاتاك،
يشارك هذه المعلومات مع باقي المؤسسات والشركات في القطاعات الأخرى، وبالتالي نفس الأتاك ده عمره ما هيتكرر مع باقي القطاعات. جت الـ European Union Agency for Cyber Security أو الـ ENISA، عملت هي كمان سيستم مشابه للـ EIS الموجود في أمريكا، بس ده لدول الاتحاد الأوروبي. تمام؟ اسمه إيه؟ اسمه ماسك. نفس الفكرة بالظبط، الدول الاتحاد الأوروبي دي بتشارك مع بعضها الـ Indicators of Compromise يا جماعة، مؤشرات الإيه؟ حدوث الأتاك، بحيث ان مش نفس الاتاك اللي حصل على دولة اكس الموجودة في الاتحاد الاوروبي يحصل على دولة واي، وبالتالي شاركنا كلنا المعلومات مع بعض. لزيادة الوعي مثلا في امريكا على سبيل المثال، قامت سيزا مع الناشنال سايبر سيكيورتي الينس او الان سي اس اي بعمل كامبين كل سنة، تمام، كل شهر اكتوبر من كل سنة، وسموه الناشونال سايبر سيكيورتي اويرنس مونث، بحيث ان هم يوعوا الناس او يرفعوا درجه الوعي عند المواطنين وعند المؤسسات والشركات التابعه للدوله الخاصه بيهم طبعا اللي هي امريكا. نروح بعد كده بقى نتكلم على الادوات، نتكلم على التولز اللي ممكن الثريت اكتور ده يستخدمها، وبالتالي هي نفس التولز اللي ممكن البنتريشن تيستر او البين تيستر يستخدمها علشان يكتشف ايه هي الفانرابيليتيز او ايه هي الثغرات الموجوده في النتورك. قبل ما نتكلم على التولز دي، عاوز حضرتك تعرف ان احنا عندنا مصطلح اسمه sophistication of attack tools. ايه sophistication of attack tools؟ عاوز يقول لحضرتك ان في الثمانينات ما احنا برضو كان عندنا تولز او ابليكيشنز بتستخدم للاتاك، بس خلي بال حضرتك بقى زمان ما كانش اي حد يقدر يشغل التولز دي. امال ايه؟ لا، كان لازم حد عنده خبره عاليه جدا يقدر يشغل التولز دي. تمام؟ بعد 2015 في الحقيقه الايه دي اتعكست، بمعنى بعد 2015 لا، ده بقى السوفيستيكيشن اوف اتاك تولز عالي جدا، تمام، والتكنيكال نوليدج اقل، وده بالفعل اللي تسبب في ظهور النوع الثريت اكتورز اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه بصوت، اللي اسمه السكريبت كيدز او الاماتورز، الناس اللي هم الهواه ما عندوش اي خبره نهائي، تمام، او خبرته ضعيفه جدا ويقدر يشغل اتاك تول. ليه؟ علشان السوفيستيكيشن اوف اتاك تولز زادت كتير طبعا دلوقتي عن مقارنة بزمان طبعا في الثمانينات وكده. من هنا بنشير ان لازم البنتريشن تيستر، لازم الاشخاص اللي هم منوط بيهم ان هم يكتشفوا الاخطاء الموجودة في السيستم، تمام، يكونوا على دراية كافية بالتولز دي، علشان هي بالفعل اللي هيستخدموها في البنتريشن تيستينج. الأخبار الكويسة أو كما يقال الجود نيوز، التولز دي في الحقيقة بتبقى موجودة جاهزة على لينكس ديستريبيوشنز، يعني مش بتتطلب من حضرتك ان انت تروح بقى تنزل الابليكيشنز دي واحده واحده على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتبدا بقى تشغل واحده واحده منهم على حده. لا لا خالص، حضرتك كل المطلوب منك انك بس تتعرف على اللينكس ديستريبيوشنز دي، وهي باي ديفولت هتلاقي الابليكيشنز دي نازله عليها جاهزه، حضرتك تقدر بس تستخدمها. علشان كده بنؤكد ان المفروض السكيورتي بروفيشنال يكون على درايه كافيه، على درايه كامله باستخدام اليانكس واللينكس. ادي بعض الامثله على التولز دي، طبعا هنقولها او هنشير الى بعض الكاتيجوريز الخاصه بالتولز دي في الجدول اللي قدامنا ده.
واول كاتيجوري ده بيتكلم فيه تول او كاتيجوري اسمها باسورد كراكرز، ودي يا جماعه التولز اللي بتستخدم علشان تشوف مدى قوه الباسورد، ويقدر البين تيستر من خلالها تمام يحاول يريكفر الباسورد، يحاول يحصل على الباسورد في الخاص باحد اليوزرز او احد السيرفرز. طبعا عندي تولز كتيره، يمكن من اشهرها تول مثلا اسمها جون دريبر، عندي تول اسمها اوف كراك، وطبعا في تولز كتيره هنشير اليها ان شاء الله واحنا بنشير الى اللينكس اوبريتنج سيستم اللي هو باي ديفولت نازل عليها الكاتيجوريز دي. وايرلس هاكينج تولز، واضح جدا ان دي التولز الخاصه بالوايرلس، ودي اللي بيقدر البين تيستر من خلالها يتشيك او يديتكت او يتعرف لو كان فيه اي ثغرات موجوده في الوايرلس نتورك دي. عندي طبعا تول اسمها اير كراك او كزمت، وعندي طبعا اكتر من تول اخرى. نتورك سكاننج تولز، دي يعني التولز اللي في الحقيقه بنستخدمها علشان نقوم بمسح كل المنافذ او كل البورتس الموجوده على النتورك دي، وبالتالي نعرف ايه الحاله بتاعتها بالظبط. يمكن اشهرها على الاطلاق تول اسمها ان ماب، وتول تانية اسمها سوبر اسكان. طبعا الان ماب دي بتشتغل سي ال اي، فيه منها فيرجن جي اي اسمه زين ماب. باكيت كرافتنج تولز، دي التولز اللي احنا بنستخدمها علشان يعني نتحقق من مدى قوة الفاير وول تمام، ومقدرته على التعامل مع الباكتس اللي حضرتك قدرت تغير فيها او تضيف عليها او تشيل منها، زي طبعا الايه الاتش بينج. باكيت سنيفرز، دي التولز اللي بتستخدم علشان تكبشر الباكيت، طبعا على راسهم الواير شارك والتي سي بي دمب، ويمكن ان شاء الله هنشتغل احنا في الكورس بتاعنا كتير على الواير شارك. روت كات ديتكتورز، ودي التولز اللي بيستخدمها الوايت هات هاكر علشان يديتكت الروت كيت. ايه حضرتك الروت كيت دي؟ الروت كيت ده احد اخطر انواع المالوير، واللي بيتارجت ان هو ينفكت الاوبريتنج سيستم فايل، وبناء عليه يفتح بقى باب خلفي على الجهاز ده، او ممكن يعلي صلاحيات اليوزر على الجهاز اللي هو تم اصابته بالروت كيت. فازرز، دي مجموعه من التولز بتستخدم علشان نبحث عن الثغرات الموجوده على التارجت او موجوده على الفيكتيم يعني، او على النتورك بتاعتنا لو احنا بنعمل طبعا بنتريشن تيستنج، زي طبعا السكيب فيش. الفرنزك تولز، دي التولز اللي بيستخدمها فريق العمل الخاص بالفريق بقى التحليل الجنائي الرقمي، واللي من خلالها بيحاول يتعرف على ايه الاضرار اللي سببها الاتاكر عندك في النتورك، بالاضافه الى ان هو يحاول يخرج بديجيتال ايفيدنس تمام، او بدليل الكتروني دامغ زي ما بيقولوا، على ان فرد معين او مؤسسه معينه او دوله معينه هي اللي قامت بالاتاك. طبعا عندي كمثال الثلوث كيت والهيليكس. طبعا الهيليكس ده واحد من اشهر السم والسور سولوشنز. حضرتك بتقول سم وسور؟ ايوه، وبالتالي واحد من اشهر التولز اللي بتستخدم في السوك. ديباجرز، دي التولز اللي ممكن تستخدم عن طريق البلاك هات هاكر علشان يعمل ريفيرس انجينير للباينري فايل وهو بيكتب الاكسبلويت، او ممكن يستخدم عن طريق الوايت هات هاكر علشان يعمل اناليسز للمالويرز، وبالتالي يتعرف على كل الاشياء اللي بتعملها المالوير على جهازك، او اللي بتعملها البرامج الخبيثه على جهازك. هاكينج اوبريتنج سيستمز، هو ده انظمه التشغيل اللي بقول لحضرتك عليها، دي انظمه تشغيل بتكون مبنيه على لينكس، وبالفعل كل التولز دي متقسمه حتى يمكن نفس الكاتيجوريز دي او قريبه منها خلاص، وكل كاتيجوري او كل قسم بيكون عنده مجموعه التولز الموجوده في القسم ده. طبعا ياتي على راس الهاكينج اوبريتنج سيستم الكالي لينكس والاس اي لينكس، لكن عندي كمان
حاجه اسمها باروت، عندي كمان الباك تراك، عندي كمان النوبكس، دي كلها هاكينج اوبريتنج سيستم. الانكريبشن تولز بتستخدم علشان نشفر كل البيانات الموجوده عندك على الجهاز، وبالتالي لو حتى الاتاكر قدر ينجح ويوصل للجهاز ده يلاقي البيانات مشفره، وبالتالي ما يقدرش يحصل على البيانات اللي هو عاوزها. Vulnerability Exploitation Tools، ودي من التولز اللي احنا بنستخدمها علشان exploit الـ Vulnerabilities اللي المفروض اللي احنا وجدناها على الـ Target. Vulnerability Scanners، ودي مجموعة من التولز ممكن نستخدمها علشان برضو نبحث عن الثغرات، ممكن تبقى على مستوى الـ Virtual Machines، على مستوى الـ Bring Your Own Devices اللي حضرتك سامح بيها في النتورك، وعلى مستوى كمان الكلاينت داتابيزز. بعد كده هننتقل الى الكاتيجوريز اوف اتاك، او يعني مجموعه بقى من التايبس اوف اتاكس، تتمثل في الايفز دروبنج اتاك، تمام؟ وده في الحقيقه اللي الاتاكر من خلاله بيحاول يلسن على الترافيك الخاصه بالنتورك. ممكن حضرتك تسمعوا يعني يتقال عليه سنيفنج او يتقال عليه سنوبنج، نفس المسمى. داتا موديفيكيشن اتاك، بيحاول الاتاكر ان هو يغير في محتوى الداتا اللي هو قدر يعمل لها كابتشر او قدر ياخدها، تمام، ناتج طبعا التصنف ما بين السورس والديستنيشن. ادرس سبوفنج اتاك، وده الاتاك اللي فيه الاتاكر بيحاول ينتحل شخصيه السورس، تمام؟ وحضرتك هتعرف بعد كده ان ممكن الاتاكر ينتحل شخصيه السورس عن طريق ان هو ياخد الاي بي ادرس الخاص بالسورس، او الماك ادرس الخاص بالسورس، او ينتحل شخصيه الدي اتش سي بي سيرفر، ويقوم الاتاكر بدور الدي اتش سي بي، وبالتالي هو اللي يوزع النتورك كونفيجريشن، وساعتها طبعا يعني هينتج عن هذا يعني ممكن طبعا يعمل اتاكس كتيره جدا بعد ما او لو بالفعل قدر ينتحل شخصيه الدي اتش سي بي سيرفر. باسورد بيزد اتاكس، ودي يعني الاتاكس اللي من خلالها بيتارجت الاتاكر ان هو يحصل على الكريدنشلز او اليوزر اكاونت. Denial of Service Attack، ودي من خلالها الاتاكر بيحاول يحجب الخدمة المقدمة للمستخدمين الشرعيين. Man in the Middle Attack، ودي فيها الاتاكر بيحاول يضع نفسه ما بين السورس والديستنيشن دون علمهما، لا ده يعرف ولا يعرف ان في حد في النص. Compromised Key Attack، وهنا بيحاول الاتاكر ان هو يكتشف، تمام، الكي المستخدم في تشفير الترافيك اللي ما بين السورس والديستنيشن او ما بين السندر والريسيفر. طبعا لو قدر يعرف الكي ده هيقدر يفك التشفير الخاص بالترافيك، وبالتالي عرف كل محتويات الترافيك. سنيفر اتاك، ده برضو بيحاول الاتاكر ان هو يمونيتور، ان هو يكابتشر الترافيك اللي هي بتنتقل من السورس للديستنيشن، وبالتالي الترافيك دي لو هي مش مشفره، لو هي not encrypted، قدر الاتاكر ده يشوف كل محتويات الترافيك. ننتقل للجزء الثالث في المحاضرة الخاصة بينا النهاردة، اللي هو المالوير او البرامج بقى الخبيثة. تعريف المالوير يا جماعة هو ببساطة جدا الكود او السوفتوير اللي صمم علشان او بغرض ان هو يعمل ضرر معين للداتا الموجوده عند حضرتك على الهوستس او على النتورك، تمام؟ وبالتالي ممكن نعرف المالوير ده في كلمتين بس، تقدر تقول عليه حضرتك malicious code، او تقدر تقول عليه هو malicious software، كود خبيث او برنامج خبيث بيقوم طبعا ب او بيسبب ضرر معين عند الهدف او عند الفيكتيم او عند الضحيه. يعني من اشهر انواع المالويرز طبعا عندي الفيروس والورم والتروجن هورس، وغير صحيح بالمره
ان احنا نقول على كل المالويرز فيروسات. لا حضرتك، ده الفيروسز ده نوع واحد بس من انواع المالويرز، تمام؟ على حسب سلوك المالوير ده يتم تصنيفه هو نوعه ايه بالظبط. وزي ما اتفقنا عندنا انواع كتيره بقى، فيروسز وورمز وتروجن هورسز ورانسام ويرز ولوجيك بامب وسواي وير واد وير، كتيره جدا، تمام؟ بناء على سلوك المالوير ده نقدر طبعا نقول هو ينتمي لانهي مجموعه من المجموعات دي. لو اتكلمنا شويه ولو بتفصيل يعني قليل عن الثلاثه الموست كومن اللي هم الفيروس والتروجن هورس والور، فالفيروسات دي او الفيروس ده هو نوع من المالوير بينتشر عن طريق ان هو بيدخل نسخه من نفسه في برنامج اخر. وده بالفعل يا جماعه اللي بيتم مع حتى الفيروسات اللي هي بتصيب الشخص نفسه او البني ادم نفسه، ان هو بيدخل نفسه جوه البني ادم، يبقى فيه عائل يقدر الفيروس ده يصيبه. معنى كده ان الفيروس ده ما ينفعش يشتغل لوحده، لا ما ينفعش يشتغل لوحده، تمام؟ طبعا بمجرد ما الفيروس ده يصيب البرنامج يقدر طبعا ينتشر منه الى كمبيوتر تاني وهكذا، لحد طبعا ما ينفكت او يصيب اكبر عدد من الكمبيوترز عندك في النتورك. ابسط انواع الفيروسات اللي هي بتنستول نفسها at the first line of code في الـ EXE file. تيجي حضرتك بقى تران الـ EXE file وبالتالي بالفعل بيتران معاك، لكن في نفس الوقت حضرتك رنيت الكود اللي هو هيشغل لك الفيروس ده. طبعا الفيروسز كان بي هارمليس، تمام؟ for those that ممكن تديسبلاي بيكتشر على سكرين، ممكن طبعا تبقى ديستراكتيف، ومعظمها طبعا بتبقى ديستراكتيف، ممكن تعدل او تديليت فايلز على الهارد ديسك طبعا على حسب الكود اللي الاتاكر كاتبه او الفيروس ده المفروض يعني شغال بيه. علشان الفيروس ينتقل، علشان الفيروس ينتشر، ممكن ينتشر عن طريق اليو اس بي ميموري، واحده من 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 اكثر الطرق اللي من خلالها بتنتشر الفيروسات، عن طريق السي ديز، الدي في ديز، او النتورك شيرز، او حتى عن طريق الايميل. تروجن هورسز، وده المسمى جاي طبعا من القصه التاريخيه الخاصه بحصان طرواده، لما كان بعض الجنود مش قادرين يدخلوا قلعه طرواده وقدر يدخلوا متخفيين في الحصان الخشب اللي كانوا بتدخلوا طروادة دي كل يوم معين في السنة، ومن هنا جه المسمى. وبالتالي التروجن هورس ده هو مالوير بيبان على انه هو لجيتمت ما فيهوش اي حاجة، لكن في حقيقة الامر هو يحتوي على ميليشيس كود، وللأسف بيبدأ اكسبلويت البريفليج اوف يوزر اللي هو بيرن الفايل ده. وارد بنسبة كبيرة ان التروجنز تكون موجودة عند الاونلاين جيمز، وما ادراك ما الاونلاين جيمز، ووارد ان هو يخدع اليوزر ان هو يحمل اكس اي فايل ويحتوي على تروجن للاسف. وبعض انواع التروجنز ممكن تسبب دامج فوري على جهاز الكمبيوتر بتاعك بمجرد ما ينفكت او يصيب جهاز الكمبيوتر بتاعك. لو الاتاكر عمل لحد معين، حد بعينه يعني، او جه بعينها تروجن هورس، بيبقى من الصعب ان الـ 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 الشخص ده او الجهه دي تديتكت او تكتشف هذا المالوير. كيف يتم تصنيف التروجن هورس؟ في الحقيقه يتم تصنيف التروجن هورس على حسب الضرر اللي هي بتعمله، تمام؟ هي بقى بتدستروي، هي بتنيبل ريموت ادمنستريشن، هي بترانسميت باسورد، طبعا على حسب الضرر اللي بتعمله. علشان كده عندي يعني على سبيل المثال انواع زي مثلا الريموت اكسس، وبالتالي التروجن هورس ده بيعمل ان اوثرايزد ريموت اكسس على الفيكتيم ماشين، زي الداتا سيندنج بيبعت طبعا معلومات حساسه، ديستركتيف ممكن يشيل معلومات من عندك، بروكسي ممكن الاتاكر يستخدمه علشان ياتاك بيه على جهه اخرى، اف تي بي ممكن يستخدمه علشان ينقل بيه ملفات، سكيورتي سوفت وير ديسيبلر ده يستخدمه علشان يقفل لحضرتك مكافح الفيروسات او الفاير وول اللي نازل عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك، ممكن يستخدمه فور دينايل اوف سيرفيس اتاك وبالتالي يحجب الخدمه المقدمه،
ممكن كمان يستخدمه از كي لوجر، فبالتالي يقدر يكابشر او يقدر يسجل كل الكي ستروكس، كل الحروف اللي حضرتك بتكتبها على الكيبورد على الجهاز بتاع حضرتك، ويبعتها طبعا للايميل المسجل للاتاكر على هذا الفايل. ننتقل الى الورمز، ثالث يعني اشهر انواع المالويرز، وده في الحقيقه مشابه شويه للفيروس، الا ان الورم بيعرف يريبليكيت نفسه بدون ما يعتمد على حضرتك، ده مش كده وبس، ويعرف كمان ينتشر بدون ما يعتمد على حضرتك، يعني مش انت اللي بتنقله، لا هو اللي بيقدر يروح يقرا كل الكونتاكتس، تمام، كل جهات الاتصال اللي عند حضرتك ويبعت نفسه ليهم. علشان كده لما تلاقي احد الجهات الاتصال اللي عندك كلمك مثلا وقال لك هو ايه اللينك اللي انت بعته لي ده، او ايه الميل اللي انت بعته لي ده، تعرف مباشره ان فيه ورم عمل انفكشن للجهاز الكمبيوتر الخاص بحضرتك. بعض امثله الورمز اللي تسببت في اضرار بالغه على مستوى العالم كله، ورم اسمه كود ريد، وده في الحقيقه كان سنه 2001، قدر يا جماعه في بدايه الامر انفكت 658 اول ما اشتغل، بعد 19 ساعه فقط قدر ينفكت اكتر من 300 الف سيرفر حوالين العالم. نوع تاني اسمه SQL سلامر، ده اللي اتقال عليه الورم اللي اكل الانترنت من 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 شده خطورته. الورم ده كان بيعمل denial of service attack، تمام، على كل الأجهزة اللي منزلة مايكروسوفت SQL سيرفر، تمام، وما عملتش تحديث أو update لل SQL سيرفر منذ 6 أشهر، تمام. خطورة ال SQL سلامر وورم انه كان بيدوبليكيت الاجهزه اللي عمل لها انفكشن حوالين العالم كله كل 8.5 ثانيه، تخيل، تمام. وبالتالي كان بالفعل الصوره اللي في الاول دي، بمجرد ما انيشال الاس كيو ال سلامر اشتغل فقط بعد نص ساعه، تخيل عمل انفكشن لقد ايه من السيرفر حوالين العالم كله، طبعا عدد كبير جدا. رانسموير، وده واحد من اشهر المالويرز الموجوده دلوقتي خلاص، وحتى يعني حتى اليومين دول نشاطه بقى كبير جدا. ده طبعا المالوير اللي هو بيسموه بقى الفيروس الفديه، او اللي هو من خلاله الاتاكر بيحاول ينكريبت كل الداتا اللي عند الفيكتيم اللي عند الضحيه، ويبدا بقى يساومه على الفلوس اللي هو عاوزها، سواء بقى يدفعها بالدولار او يدفعها بالعملات الرقميه زي مثلا البيتكوينز، علشان يبعت له الكي اللي من خلاله يقدر يرجع الداتا الخاصه بيه مره اخرى. بعض انواع المالويرز الاخرى تتمثل في السكير وير، ده بيبقى عباره عن رسائل تخويفيه بتظهر للمستخدم، بحيث المستخدم يقوم بعمل اكشن معين، تمام، اللي بيه يخلي المالوير يشتغل، بس بيبقى بيزد على رساله بتيجي لليوزر بتخوفه من حاجه معينه، مثلا يقول له مثلا لو ما رحتش مثلا عملت ديليت مثلا لفايل موجود على السي في المكان الفلاني، الاوبريتنج سيستم بتاعك هيبوظ او هيقع او هيكربت، فيروح يعمل كده. للاسف ده كده بيبقى بيفاير او بيشغل الفيروس. فيشنج، ده عن طريق طبعا ان هو بيخدع الناس عن طريق الميل مثلا علشان يحصل منهم على معلومات حساسه. روت كيتس قلنا عليه، ده بي كومبرومايز او بي انفكت الاوبريتنج سيستم فايلز، وبناء عليه يقدر يفتح باب خلفي او يقدر يعلي صلاحياته في السيستم. سباي وير، دي برامج التجسس زي مثلا الكي لوجرز. اد وير، دي اللي بتسبب في ظهور بقى رسائل اعلانيه عندك على جهاز الكمبيوتر الخاص بحضرتك او بي طبعا الفيكتيم. بعض البيهيفيرز اللي لو حضرتك لقيتها على جهاز الكمبيوتر بتاعك، وارد جدا ان جهازك يكون انفكتد باحد انواع المالويرز، تمام.
تتمثل في ايه؟ تتمثل في ظهور مثلا برامج او فايلات او ملفات غريبه عندك على الكمبيوتر الخاص بحضرتك او ديسكتوب ايكون. لو حضرتك لقيت المكافح الفيروسات او الانتي فايروس والفاير وول اللي عندك حصل لهم تيرن اوف، اتقفلوا. لو حضرتك لاحظت ان السكرين بتاع الكمبيوتر بتاعك حصل لها فريزنج. لو لقيت ايميل اتبعت من عندك لجهات الاتصال بدون ما حضرتك تبعت الايميل ده. لو لقيت اي ملفات عندك حصل لها موديفيكيشن، اي تعديل او حصل لها ديليت. لو لقيت الاستخدام الخاص بالسي بي يو او الميموري الخاصه بيك اليوسج بتاعها زاد قوي. لو لقيت مشاكل في الاتصال مع الشبكه. لو لقيت الجهاز الكمبيوتر بتاعك بطيء جدا، خصوصا البراوزر اللي انت بتدخل من خلاله على الانترنت. لو لقيت بروسيس او سيرفيس راننج عندك على جهاز الكمبيوتر غريبه حضرتك مش عارفها، وارد ان ده كله يكون مالوير. لقيت تي سي بي او يو دي بي بورت مفتوح عند حضرتك من غير ما حضرتك يكون عارفه. لو لقيت كونكشن معموله من جهاز الكمبيوتر بتاعك على احد الاجهزه الموجوده على الانترنت، سواء هو دومين ولا اي بي، وارد ان هو يكون مالوير. اي بيهيفير غريب لجهاز الكمبيوتر بتاعك وارد ان يكون مالوير. وبالمناسبه دول مش كلهم، ده جاست بس الموست كومن او الاعراض الاكثر شيوعا على ان جهازك مصاب باحد انواع الفيروسات. اخر مقطع هنتكلم فيه في المحاضره ان شاء الله هنتكلم على بعض انواع الاتاكس المتمثله في الريكونسنس والاكسس والسوشيال انجينيرنج والدوس والديدوس. types of network attacks. الريكونسنس اتاك يا جماعه ده اللي هو بنسميه الريكن، وده بيبقى مرحله الاستكشاف او مرحله تجميع المعلومات information gathering. وبالمناسبه يسبق الاكسس اتاك والدوس اتاك. تعالوا نتكلم على حده بقى على كل واحد من دول. اول حاجه اتفقنا ان الريكونسنس اتاك ده الاتاكر بيستخدمه فور انفورميشن جاذرنج علشان يجمع به كل المعلومات الممكنه عن التارجت او عن الهدف بتاعه. تمام، ده مجازا الريكونسنس بنقول عليه ريكون اتاك. يكتشف طبعا كل الثغرات الموجوده عندك، واتفقنا ان هو يسبق الاكسس اتاك والدينايل اوف سيرفيس اتاك. بعض التكنيكس اللي ممكن الاتاكر يعملها او الثريت اكتور يعملها during reconnaissance ان هو ممكن يعمل information query، يستعلم عن التارجت ده من خلال بقى حضرتك انه يسيرش على مثلا جوجل، من خلال الويب سايت الخاص بالاورجنايزيشن دي، من خلال الهو از داتابيز الموجوده برضو اونلاين على الانترنت، واللي بيقدر من خلالها يتعرف على كل الدومينز الموجوده على الانترنت. وبالتالي ممكن يعمل مسح لكل الاي بيز او لكل الاكتف سيرفرز التابعه للتارجت او التابعه للشركه دي او للمؤسسه دي. بعد ما يعرف الاكتف اي بيز يقدر يعمل عليها بورت سكان. طيب بعد ما يعمل عليها بورت سكان وارد ان هو يتعرف على بعض السيرفيسز، بعض الابلكيشنز، بعض التطبيقات التي تسببت في فتح البورتس اللي هو شافها ناتج البورت سكان، وبالتالي يقدر يعمل vulnerability scanner. تمام؟ وبالتالي يشوف ايه هي الثغرات اللي ممكن تكون موجوده في التطبيقات دي، ومن ثم يقدر بقى يران exploitation tool علشان يخترق الجهاز ده او الاجهزه دي من خلال المفروض المنافذ اللي هي فتحاها بعض التطبيقات، وبالتالي قدر يدخل عندك على السيستم. اكسس اتاك بيحاول الاتاكر ان هو اكسبلويت بعض النون فانرابيلتيز، بعض الثغرات المعروفه في الاوثنتيكيشن سيرفيسز او الاف تي بي سيرفيسز او الويب سيرفيسز، الخدمات اللي حضرتك بتقدمها. زي ممكن يعمل باسورد اتاك، ممكن يعمل سبوفنج اتاك. هنا باسورد اتاك بيحاول يسرق او يحصل على الكريدنشال الخاصه باليوزر. تمام، السبوفنج اتاك ينتحل شخصيه السورس نفسه، ونوهنا قبل كده يا اما من خلال الاي بي او من خلال الماك او من خلال الدي اتش سي بي.
لو قدر بالظبط الاتاكر ينتحل شخصيه السورس ونجح في الموضوع ده، يقدر بقى حضرتك يعمل تراست اكسبلويتيشن اتاك، يقدر يعمل بورت ريدايركشن، يقدر يبقى مان ان ذا ميدل بين السورس والديستنيشن، ويقدر كمان يعمل دينايل اوف سيرفيس اتاك عن طريق البفر اوفر فلو. طيب ايه التراست اكسبلويتيشن اتاك؟ ببساطه جدا تخيل معايا ان الاتاكر نفسه ياتاك الجهاز ده اللي هو اسمه سيستم ايه، تمام؟ والسيستم ايه ده لا يثق تماما الا في سيستم بي هو اللي يكومينيكيت معاه، وبالتالي الثريت اكتور بيستغل درجه الثقه اللي ما بين سيستم بي وسيستم ايه، وبناء عليه هيبدا ياتاك سيستم بي ومنه يروح ياتاك سيستم ايه. بورت ريدايركشن تقدر تقول عليها شبيهه للتراست اكسبلويتيشن، وهي ان تخيل معايا عندك هوست ايه برضو هو الوحيد اللي يقدر يعمل تلنت على هوست بي على بورت نمبر مثلا 22، وهوست ايه ده علشان حضرتك خلينا مثلا نقول هوست ايه هيعمل تلنت على هوست بي على بورت 23 مش 22، تلنت ده على بورت 23، تمام؟ طيب وحضرتك علشان تقدر تاكسس هوست ايه من بره فاتح عليه بورت 22 علشان تعمل عليه اس اس اتش. طيب لو الاتاكر قدر ينتحل شخصيه السورس ويعمل اس اس اتش هو كمان على الايه بعد ما يكون برومايز الاس اس اتش، يقدر يعمل بورت ريدايركشن من بورت 22 خاص بالاس اس اتش الى بورت 23 خاص بالتلنت، ومن ثم قدر يدخل على الهوست بي. قلنا مان ان ذا ميدل اتاك، الاتاكر بيحط نفسه ما بين السورس والديستنيشن، وبالتالي بيقدر يكابتشر، بيقدر يسنف الترافيك اللي هتنتقل من السورس للديستنيشن. بفر اوفر فلو اتاك احد التكنيكس اللي بيستخدمها الاتاكر علشان يعمل دينايل اوف سيرفيس اتاك، وبالتالي يحجب الخدمه المقدمه من خلال هذا السيرفر. سوشيال انجينيرنج اتاكس، ودي الساينس بقى العلم اللي عندنا في السكيورتي اللي من خلاله بيحاول الاتاكر عن طريق ممكن طرق غير تقنيه بالمره يحصل على كونفيدنشال انفورميشن، يحصل على معلومات في غايه الخطوره. وبالمناسبه يا جماعه ده نوع من الاكسس اتاك. معنى كده ان وارد ان الاتاكر يستخدم تكنيكس، تمام، يخترعها هو من عنده تكون مجربه قبل كده علشان يحصل على هذه المعلومات. نعم، بعض الامثله على التكنيكس دي تتمثل في البري تكستنج. يعني ايه بري تكستنج؟ يعني الثريت اكتور او الاتاكر ده بيدعي ان هو شخص ما تابع مثلا للبنك اللي حضرتك تابع ليه او المؤسسه اللي حضرتك تابع ليها، ويكلمك في التليفون ويدعي ان هو موظف من البنك ويحصل منك على كل المعلومات الخاصه بحسابك. ممكن يكون عن طريق الفيشنج ميل، يبعت لك مثلا ميل برضو على ان اعتبر ان ده جاي لك من البنك او جاي لك من مؤسستك علشان برضو يحصل منك على معلومات من خلال الميل. سبير فيشنج ده هو الفيشنج، بس في الحقيقه السبير فيشنج ده الاتاكر بيستهدف فيه شخص معين او جهه معينه، يعني مش اي حد. السبام دي البريد الالكتروني الغير مرغوب فيه اللي بيجي لك طبعا على البريد الالكتروني الخاص بيك، وبالتالي وارد ان هو بيحمل برضو يعني اشياء ضاره. something for something، وده اللي احنا بنسميه بقى ايه الـ يعني حاجه قصاد حاجه يعني، اوكي. هل التاكر ممكن بالفعل يساوم احد الموظفين الموجودين عندك ان هو في سبيل مثلا انه ياخد فلوس معينه او هديه معينه يحصل على معلومات؟ تخيلوا ده تكنيك من السوشيال انجينيرنج. بيتنج، وديا الاتاكر بيحاول يدخل عند حضرتك في المكان بتاعك في الاورجنايزيشن بتاعتك في المؤسسه بتاعتك ويترك فلاش ميموري او اكسترنال هارد ديسك، ويكون الفلاش ميموري دي انفكتد مصابه بفيروس معين، وبالتالي لما احد الموظفين اللي عندك
يجد الفلاشة دي ياخدها ويحطها على جهاز الكمبيوتر بتاعه، شكرا كده جهاز الكمبيوتر بتاعه بقى انفكتد، ويبدأ المالوير ده ينتقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بالموظف ده إلى باقي الايه الأجهزة. امبرسونيشن اتاك، وده برضو الثريت اكتور بيدعي برضو ان هو شخص ما علشان يكسب ثقة الفيكتيم ويحصل منه على معلومات. تيل جيتنج، بيحاول الاتاكر ان هو يتبع شخص ما داخل مكان المفروض سكيور مش اي حد يدخله. شولدر سيرفينج، بيحاول الاتاكر ان هو يشوف حضرتك وانت بتكتب الباسورد، يعني يبص كده من فوق كتفك وانت بتكتب الباسورد، وبالتالي يديتكت ايه الباسورد الخاصه بالاكونت بتاع حضرتك او مثلا بالفيزا كارد بتاعتك. دامبستر دايفنج، وده التكنيك اللي من خلاله تخيل الاتاكر بيحاول يبحث في التراش بينز، في سله المهملات اللي خارجه من الاورجنايزيشن بتاعتك. طب حضرتك تخيل يبحث في سلة المهملات ليه؟ وارد احد اليوزرز او احد الموظفين اللي عندك ما تخلصش بطريقة صحيحة من احد الاوراق، وبالتالي فيه معلومات كتيرة جدا في الورق ده، ممكن يكون مسك الورقة كده مثلا يعني كعبلها بايده كده ورماها، وبالتالي الاتاكر يبدأ ياخد الورق ده كله ويحصل منه على معلومات مؤكدة خارجة من داخل الاورجانيزيشن الخاصة بحضرتك. سوشيال انجينيرنج اتاكس، بنتكلم بقى على يعني مجموعه من التول كيتس، مجموعه من البروتكشن براكتسز المفروض نعملها علشان نقلل طبعا من خطوره حدوث اي تكنيك من السوشيال انجينيرنج اللي احنا كنا بنتكلم عنه اجينست اي من اي احد يعني من الموظفين بتوعنا. وبالمناسبه يا جماعه، السوشيال انجينيرنج ده الطريقة الوحيدة اللي حضرتك تقدر تستخدمها فور بروتكشن منه هي الاويرنس، تمام، ان حضرتك تقدم يعني الوعي للموظفين دول لكن مش اي حاجة تانية. وبالتالي وارد ان حضرتك يكون عندك سيستم فيه الاحدث الاجهزة المستخدمة في السكيورتي، ويجي احد الموظفين يهدلك كل السيستم بتاعك، تمام. ايه لحضرتك البروتكشن براكسس بالنسبه للسوشيال انجينيرنج؟ طبعا المفروض حضرتك ما تسيبش لا اليوزر نيم ولا الباسورد بتوعك لاي حد. المفروض حضرتك اليوزر نيم والباسورد بتوعك ما تكتبهمش في اي مكان وتسيبهم، تحطهم بقى على ستيك نوت كده وتلزقها على الشاشه او على المكتب، او تكتبهم في ورقه وتحطهم في الدرج المكتب. طبعا الكلام ده كله لا يصح. ما ينفعش حضرتك تفتح الميل بتاعك وخصوصا البيزنس ميل من اي مكان عام. ما ينفعش حضرتك تسيب معلومات كتيرة عنك وعن المكان اللي انت بتشتغل فيه على الانترنت. ما ينفعش حضرتك تستخدم دايما نفس الباسوردز القديمة اللي انت بتستخدمها، وارد ان يكون حد عمل اتاك وعرفها، فبالتالي المفروض حضرتك تغير الباسورد تماما. لو حضرتك قاعد الكمبيوتر بتاعك وتركته لاي سبب من الاسباب، لازم تعمل لوك او ساين اوت للكمبيوتر عشان محدش يقدر في عدم وجودك يعمل اي مشكله. لازم حضرتك دايما تريبورت اي حد بيعمل suspicious activity، ولازم حضرتك كل الموظفين اللي عندك يتعلموا ازاي يتخلصوا من الاوراق او من الدوكيومنتس اللي بتحتوي على معلومات في غايه الخطوره. اتفقنا ان اضعف حلقه موجوده عند حضرتك في السايبر سيكيورتي سيستم كله هو البيرسونال، هو الشخص، هو الموظفين الموجودين عندك. كل اللي نقدر نعمله ليهم ان احنا ندربهم، ان احنا نوعيهم، ان احنا نثقفهم، تمام. ما عنديش الا السيكيورتي اوير كالتشر اللي اقدر اديها لهم، علشان المفروض مش اي حد يقدر من خلال التكنيكس اللي احنا اتكلمنا عليها او غيرها يحصل على معلومات في غاية الخطورة من يعني هؤلاء الموظفين. الديدوس والدوس اتاك. الدوس اتاك يا جماعة هو الاتاك اللي الاتاكر بيستهدف بيه حجب الخدمة الموجودة على الخادم ده او السيرفر ده، وبالتالي اي شخص ليه الحق ان هو يحاول
يأكسس او يدخل على الخدمه دي هيلاقيه طبعا الجهاز ده ما يقدرش يرد. احد اشهر الاتاكس اللي بتستخدم في الدوس اتاك حاجه زي البينج اوف ديس او البينج او ديس، ان الاتاكر ده يبعت كميه كبيره جدا من البينج الايكو ريكويستس للسيرفر، السيرفر ما يقدرش يهندل الكميات الكبيره دي فبالتالي يحصل له ستاكينج. لو الاتاكس انيشيتد من او اصدرت من اكتر من سورس في نفس الوقت، تمام، ده بنسميه ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك. فبالتالي علشان نعمل او علشان الاتاكر ده يعمل دينايل اوف سيرفيس او ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس بيعتمد على نوع من الاثنين، يا اما يبعت كميات كبيره جدا من الترافيك وبالتالي الديستنيشن ما يقدرش يهندلها فيحصل له مشكله، يا اما يبعت باكيت معمول لها فورمات بطريقه غير صحيحه بطريقه مليشس وبالتالي برضو الديستنيشن او الريسيفر ما يقدرش يهندلها، ما يقدرش يعمل لها بروسيسنج. طبعا لو جات له كميات كبيره من الباكتس بالنظام ده مش هيقدر طبعا يهندلها ولا يقدر يرد عليها، فبالتالي يحصل له برضو ستاكينج وبالتالي خرج خارج الخدمه ونجح الاتاكر في الاتاك الخاص بيه. ده يا جماعه الاركتكتشر او شكل الدي دوس او الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك. في الحقيقه عنده اكتر من كومبوننت تتمثل فيه الزومبيس والبوتس والبوتنت والهاندلر والبوست ماستر. البوست ماستر ده هو الاتاكر او ده يعني الشخص اللي هو بيقوم بعمليه الاتاك. الهاندلرز دي هي مجموعه من السيرفرز، تمام، الاتاكر ده عنده فول كنترول عليهم تابعين ليه، يعني ده حضرتك ممكن نقول عليهم هاندلرز، ممكن نقول عليهم كوماند اند كنترول سي ان سي، ممكن نقول عليهم سي 2، تمام، ده كله صح نفس المسمى. تحت كل هاندلر من دول عنده مجموعة من الايجنتس، مجموعة من الزومبيز. يعني ايه زومبي حضرتك؟ زومبي يعني جهاز هوست كومبرومايزد انفكتد، تمام، بمالوير اسمه بوت. يبقى البوت ده هو المالوير اللي صمم بغرض ان هو ينفكت الجهاز ده ويحاول البوت ده يبحث عن أجهزة أخرى يجندها يضمها للايجنتس او للزومبس. من هنا مصطلح بوت نت. يعني ايه بوت نت؟ يعني نتورك اوف بوتس اور جروب اوف زومبس. وبالتالي دول كل الكومبوننتس الموجودين في الدي دوس اركتكتشر. تاني بنقول الزومبس، البوتس، البوت نت، الهاندلرز والبوت ماستر. بفر اوفر فلو اتاك واحد من التكنيكس زي ما قلنا واشرنا ليه قبل كده اللي بيستخدمها بالفعل الاتاكر علشان يعمل دوس او دي دوس لاحد السيرفرز الموجوده عندنا. كان عندي في الحقيقه ريموت دينايل اوف سيرفيس اتاك فانرابيليتي موجوده على ويندوز 10، ويندوز 10 اللي معظم الناس بتستخدمه. علشان كده بننبه يا جماعه دايما لازم حضرتك تعمل ابديتس للاوبريتنج سيستم الخاص بيك. الثريت اكتور للاسف كان بيقدر يكرييت ميليشس كود او كود خبيث ياكسس بيه الاوت اوف سكوب ميموري الموجوده عند الويندوز 10 وبالتالي يقدر يعمل الدينال اوف سيرفيس اتاك. ممكن برضو زي ما قلت لحضرتك يعمله عن طريق البينج اوف ديث، ان هو يبعت كميات كبيره جدا من البينج ما يقدرش الديستنيشن ده يهندلها، ما يقدرش يعمل لها بروسيسنج وبالتالي يحصل له برضه ستاكينج وبالتالي يخرج برضه خارج الخدمه. خلي بال حضرتك is estimated that one third of malicious attacks كانت نتيجه البفر اوفر فلو اتاك. بيحاول ما يقدرش ناتج ان السيرفر ده خلاص حصل له اوفر هيلمنج بكميات كبيره جدا من الترافيك ما يقدرش يبروسس اي حاجه زياده. دي كانت اخر حاجه عندنا في المحاضره. شاكر لحضراتكم حسن استماعكم.
وإن شاء الله يعني في انتظاركم في الحلقة النقاشية الخاصة للمحاضرة دي، للإجابة طبعا على أي سؤال يخص المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.